ازيكم يا شباب؟ زي ما قريت في العنوان كده، 4 من عمل 5 دقايق يوميا من النقرات فقط. تمام يا شباب، الموقع بيجيلك بالوجهة ديت. تفضل موقع على فودافون كاش او اتصالات كاش. تمام يا شباب، الموقع بيجيلك بالوجهة ديت. طريقة التسجيل في الموقع، لو لسه أول مرة تشوف القناة متبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة، تفعل زر الجرس، واهم حاجه اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. تمام يا شباب، الموقع بيجي لك بالواجهه ديت. اول خانه بتضيف رقم تليفونك. تمام، بعد كده الحصول على رمز التحقق. تمام، بيبعت لك رساله، بعد كده بتدخلها في تاني خانه هنا، بعد كده بتدخل كلمه مرور، بعد كده ايه بتاكد كلمه المرور، بعد كده تعمل تسجيل حساب. بعد ما تسجل حساب بيجيلك ايه تنزيل التطبيق، بتنزل بيجيلك خانتين، خانة الاندرويد وخانة الاي او اس. تمام يا شباب، بس بتحمل على اي او اس، لو تليفونك اندرويد تحمل على اندرويد. تمام يا شباب، بيجيلك بالواجهة ديت، بتعمل تنزيل كده. ده بالنسبة للاي او اس. تمام، على الاندرويد والتطبيق بينزل معاك. تمام، التطبيق بينزل معاك بالوجهة ديت. تمام، بعد كده بتفتح مدير الملفات وتضغط على الهاتف. تضغط على كلمة الداونلود، ويجيلك التطبيق هنا، بتضغط عليه تثبيت، فالتطبيق بيتثبت معاك. تمام يا شباب، بعد ما بتثبت التطبيق بتفتح التطبيق كده. بعد كده بتضيف معلومات تسجيل الدخول الخاصة بيك. تمام، بعد كده بتعمل الدخول. تمام يا شباب، بقولك تم تسجيل الدخول. بعد كده بتروح على القسم الخاص بيك، كلمة أنا ديت. تمام، تضغط هنا على محفظتي، بيفتح مقبل الواجهة ديت. بتضغط هنا على كلمة السحب، بيقول لك وقت السحب من يوم الاثنين إلى الحد الساعة 9. تمام يا شباب، طرق السحب من الموقع مصرفية. تمام يا شباب، بتضيف هنا الاسم المستفيد بالكامل، وبعد كده رقم البطاقة، وبعد كده رقم الهاتف المحمول. تمام يا شباب، وبعد كده رقم البطاقة المصرفية لو انت اللي هتعمل عليه. تمام، والحد الأدنى للسحب اللي هو ايه 300 جنيه مصري. تمام يا شباب، لو عايز تدعو أصدقائك بتضغط على كلمة أنا ديت. وهتلاقي الرابط بتاع دعوة الأصدقاء اهوت فوق مع رمز الدعوة الخاصة بيك. تمام يا شباب، كل الروابط والأدوات هتلاقيها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. تمام يا شباب، طريقة العمل على الموقع، بتجينا على الصفحة الرئيسية، ضغط على أول خانة اللي هي ديت شوب. تمام،
بعد كده بتنزل تحت بيقول لك هنا فتح الانتزاع التلقائي، يقول لك انتزاع الطلب بنجاح. تمام شباب، تضغط على تقديم الطلب. تمام يا شباب، هو أول مرة بديك من 10 لـ15 نقر. تمام، يقول لك تقديم الطلب. تمام، باقي معانا كام؟ 4 مرات. تمام، وعشان ترقي عضويتك في الموقع بتضغط هنا على إعادة الشحن. تمام، وبتختار المبلغ اللي انت هتودع بيه. تمام، هتعمل بيه ايداع. تمام، في الموقع. تمام، وانا بتدخل اسمك الاول واسمك الاخير وهاتف المحمول وبريد الالكتروني. تمام، او تتواصل مع خدمة العملاء على الواتس، عندهم رقم الواتس اب تتواصل منهم معاهم عشان ايه ترقي عدوتك في الموقع. تمام يا شباب، وهنا بديك مستوى المستخدم. تمام، الفي اي بي 2 والفي اي بي 3 والفي اي بي 4 والفي اي بي 5 والفي اي بي 6. تمام يا شباب، في بي تو بديك نسبة عملاء 2.5%، تاني بديك 3%، بعد كده 3.5%، بعد كده 4.5%، بعد كده 5.5%. تمام شباب، وفي الخانة في الشريط الأصفر اللي فوق دوت. تمام، هتلاقي الناس عمالة تعمل إيداعات وشغالة على الموقع، يعني الموقع صادق وبيدفع لكل الناس. تمام شباب، دي كل حاجة عن فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش تعمل لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واهم حاجة اللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس.